السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم على فض اعتصام ربع بمناسبه مرور شهر على فض هذا الاعتصام بالشكل البربري الذي اعادنا الى مرحله الاستعمار فقد بدا للجميع ان الذين يفضون هذا الاعتصام هم بالضبط قوات غاشمه وقوات استعماريه حلت فجاه بوطن أرادت أن تستعمره كنت نائما عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الزملاء أخبرني أنهم بدأوا بالفعل الآن في عملية فض الاعتصام لم يكن أمامي إلا أن أهرول ناحية جهاز التلفزيون فتحت على الجزيرة وكان كانت تنقل نخلا حيا لعملية الفض كلنا كنا نستبعد ان تقوم اجهزه الامن وقوات الجيش باستخدام القوه في عمليه فض الاعتصام. كانت وفود غربيه تاتي الى القاهره في هذا التوقيت. كنا نظن ان هذا سيمنع القوم من الاقدام على هذه الجريمه، لكننا كنا نعلم في الوقت ذاته ان الغرب وان الولايات المتحده الامريكيه هم جزء من هذا الانقلاب وانهم هم الذين اعطوا هؤلاء الانقلابيون الضوء الاخضر لا نفتري عليهم ولا نفتري على اولئك الناس فقد اعلن احدهم وهو الدكتور البرادعي انه ظل سته اشهر يقنع يقوم باقناع الغرب من اجل ان يوافقوا على اسقاط حكم الرئيس محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الذي حدث أننا كنا نستبعد استخدام القوة وهناك حديث متواتر على أن هؤلاء الموفدون الغربيون الذين جاءوا إلى القاهرة وجاء معهم يعني موفدا من دولة الإمارات ووزير خارجية قطر لم يستكملوا مهمتهم وأن الأمر لا يزال مفتوحا وأن الدخول في مفاوضات أمر قائم لكن بدا لنا ونحن نشاهد يعني المصفحات والبلدوزرات وكل الأجهزة الثقيلة وهي تقتحم ميدان الرابعة العدوية أن ما تصورناه كان هو الوهم وأننا أمام سلطة انقلابية تستخدم كل أدوات البطش في مواجهة هؤلاء المتظاهرين السلميين كل ما قالوه فقط في هذا اليوم كل أكاذيبهم تبينت للناظر وللمستمع والمشاهد أنها أكاذيب لا تحتاج الى دليل ليكتشف فالدليل ليكتشفوا انها اكاذيب فالدليل قائم امام الجميع. قالوا ان ميدان الرابعه العدويه ممتلئ بالاسلحه ولم نشاهد وصدرت احدى الصحف القوميه بمنشط يعني يتمدد على ثماني اعمده يقول اسلحه سخيلة في ميدان الرابعه العدويه. فاذا بنا نجد ان هذه الاسلحه السخيلة هي مجرد قطع من القطع من الطوب يستخدمها المتظاهرين والمعتصمين السلميين الذين كانوا يقذفون بها على هذه المصفحات التي اجتاحت الميدان فاذا بهم يتم قتلهم هكذا بالاسلحه الثقيله التي كانت في يد قوات الجيش بالزي المدني وقوات الشرطه بالزي العسكري المعروف شاهدنا يعني عملية إجرامية لا أعتقد أنها أننا شاهدنا مثلها في ظل فترات الاحتلال التي مرت على مصر. ربما ذكرتني وأنا أشاهد المشهد بالقوات الأمريكية التي دخلت العراق في يوم دخولها الأول لكننا لم نشاهد عملية القتل التي كانت تقوم به بها هذه القوات. شاهدنا ربما مشهدا من العراق أراد الأمريكان أن يؤكدوا من خلاله أنهم قاموا بالفعل يعني بدخول بغداد وبالسيطرة على بغداد لكننا لم نشاهد هذه القسوة في القتل وهذه القسوة وهذه القسوة في الترويع يعني كان مشهدا حقيقة لافتا ومدهشا أن تستخدم قوات الانقلاب يعني عمليات القتل بهذا الشكل شاهدنا القناصة فوق الأسطح المنازل شهدناهم يعني الكاميرات اقتربت منهم وقربتهم لنا بشكل جعل صورهم في متناول الأعين. في ثورة 25 يناير ويوم موقعة الجمل على وجه التحديد شاهدنا أمامنا كنا نشاهد من يصيبهم الرصاص لا نعرف من أين يأتي هذا الرصاص عندما سألنا قالوا أنهم القناصة البعض قال ان ان قناصة يقفون فوق بناية دوحة مسبيرو والبعض قال بل على فوق احد الفنادق المجاورة لدوحة مسبيرو عندما تم الحديث على القناصة كان الرد ان وزارة الداخلية لا تملك فرقا للقناصة ربما في هذا اليوم علمنا ما هي الجهات الأمنية الأمنية التي يتبعه هؤلاء القناصة وإلى أي جهة يعني ينتمي هؤلاء القناصة قد تبين لنا ولله الحمد أن لدينا قناصة يقومون باختناص الشباب الصغير الفتيات بل ربما الأطفال ويتم قتل أولئك هكذا بتم بارد جرى اجتياح ميدان رابعة العدوية والعالم كله وقف يتفرج على هذه المجزره. مجاذر كثيره جرت قبل ذلك من المنصه الى غيرها ولكن العالم لم يكن يرى ذلك، ربما راى صورا بعد ذلك خاصه بمذبحه او مجزره الحرس الجمهوري، لكن العالم كله كان يتفرج على مجزره بالصوت والصوره. ولا يحرك ساكنا وبدا واضحا كما لو أن هذه الوفود الغربية جاءت لتعطي القوم موافقة ضمنية على هذا الاجتياح كما أعطتهم ضوءا أخضرا منذ قبل على مسألة الانقلاب على أول رئيس منتخب في البلاد الذي حدث أننا رأينا الأكاذيب كما قلت تتفاقط أمامنا تتساقط أمام أعيننا كان على رأس هذه الأكاذيب ما قالوه من أن قادة جماعة الإخوان المسلمين لا يقدمون أبنائهم إلى الميدان وأنهم يدفعون بالشباب المغرر به من المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ليقوم بهذه المهمة وسمعنا رسائل من أولئك الذين قدموا أنفسهم على أنهم يملكون بداخلهم يعني يعني عواطف جياشه يطالب شباب الاخوان المغرر بهم ان ينتبه الى كيف ان ابناء الاخوان ابناء قيادات الجماعه جرى تسفيرهم الى الخارج في هذا اليوم سقطت هذه الكذبه وتبين لدى الجميع ان ابناء قيادات الجماعه في الميدان في ميدان رابع العدويه تم قتل الشهيده اسماء البلتاجي كما تم قتل ابن المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين وجرى اعتقال الكثير من ابناء الجماعه في هذا اليوم وهناك العشرات من ابناء هذه الجماعه قد اصيبوا في احداث هذه المكتبه لا باس فهؤلاء القوم يكذبون الم يكذب من قبل وزير خارجيتهم عندما قال ان قال ان منظمه العفو الدوليه اصدرت بيانا تؤكد فيه على امور ثم تبين فاذا بالمنظمه تصدر بيانا تعرب فيه ان وزير الخارجيه الباسل يكذب الذي حدث كان مجزره مجزره كبرى في رابعه العدويه كانوا يصورون للعالم كله ان الاقتصاد المنهار وان ضعف قوتهم على أن يتمكنوا من فوق من فرض وبسط نفوذهم على عموم القطر المرسلي مرتبط بهذه البقعة التي وصفوها من قبل بأنها مجرد إشارة مرور إشارة المرور أزعجتهم إلى هذا الحد إشارة المرور كما قالوا أوقفت حالهم إلى حد علقوا بها كل كل فشلهم كل فشلهم في تحقيق الاستقرار في أن يستتب الأمن في البلاد في أن يحدث يعني رخاء اقتصادي الأزمة كلها هنا في هذا المكان من ضمن هذه الأكاذيب أنهم كانوا دائما يتحدثون عن مئات في رابعة العدوية تماما كما كان يتحدث التلفزيون المصري على أنهم مجرد مئات وربما عشرات هم الموجودون في ميدان التحرير في أيام ثورة 25 يناير الآن يتكرر نفس الحديث استمعت يوم الجمعة الموافق 30 اغسطس وكانت الجماهير كالطوفان لا سيما في محافظة الاسكندرية استمعت الى مراسل في احدى الفضائيات يقول انهم عشرات بينما مراسل تلفزيون المصري يقول انهم فقط مئات لكن هذا الكذب لم يفيد وتبين للجميع انه كذب لان عدد الشهداء يعني تجاوز في هذا اليوم اكثر من 3000 آلاف شهيد هناك من يقول ان الطب الشرعي قال انهم مئة وبضع عشرات هم الشهداء لكن علينا ان نعلم ان الطب الشرعي جاء بعد ذلك ليقول هو صاحب مقوله يعني كان يريد ان يدون في الاوراق الرسميه ان كثير من الذين استشهدوا في هذا اليوم ماتوا منتحرين في هذا اليوم وغيره من أيام ثورتنا المجيدة أنهم ماتوا يعني بفعل الانتحار ولم يموتوا في ميدان رابع العدوية شاهدنا في واقع الأمر يعني جرائم يعني تفزع الضمير الإنساني وتؤرق هذا الضمير الإنساني ربما يعني كما نقول كنا في هذا اليوم السكينة سرقانة وربما سرق الانقلابيين وربما سرق العالم كله فبالتالي لم نشعر يعني بحجم الجريمة التي ترتكب ربما عندما تذهب السكرة وتحل الفكرة سيقف العالم كله على حجم هذه الجريمة التي ارتكبت ولا يمكن لأحد أن ينفي مرتكب. صحيح أنهم جاءوا يحاولون إزالة أثار عدوانهم على ميدان رابعة العدوية بعد أن قاموا بفضه لكن الذي حدث في واقع الأمر أنهم اعترفوا بهذه الجريمه واعترافهم لم يكن يمثل يعني موضوعا مهما بالنسبه بالنسبه لنا ولا بالنسبه للعالم فكل الدنيا شاهدت يعني عبر الفضائيات ما جرى على وجه التحديد شاهدوا كيف يمكن ان يتم ضرب انسان بالرصاص فيحمله زميله فيضرب زميله الذي يحمله لا لانه فعل شيء لا لانه واجه هذه القوات الغازيه لكنه فقط وفقط فقط كان حمل زميله المصاب او زميله الشهيد بعيدا عن يعني ارض المعركه. احد قادتهم هو حازم الببلاوي رئيس الحكومه في سلطه الانقلاب اعترف عيانا بيانا وبعظمه لسانه بان ما حدث بالضبط انهم ارتكبوا هذه الجريمه. ارتكبوا عمليات القتل عندما قال لمراسله لاحدى محطات التلفزيون الامريكي ان ما فعلوه تماما مثل ما فعلته الولايات المتحده الامريكيه في فيتنام فكان هذا تصريح كاشف واعتراف في واقع الامر على انهم قد فعلوا ما فعلوا والاعتراف سيد الادله لا اظن انهم الان ينكرون هم يبررون هذه الجريمه التي ارتكبت يقولون كلاما يعني كلاما عبيطا لا يسمع على كيف انهم كانوا يوقفون المرور ويعطلون سير الحياه مع انهم في المقابل كانوا هم انفسهم هؤلاء الانقلابيون الذين دعوا للتظاهر يوم 30 ودعوا بعد ذلك للتظاهر من اجل ان تمنحهم الجماهير يعني هذا تفويض لمواجهه الارهاب. مواجهه الارهاب لا يحتاج الى تفويض لان مواجهه الارهاب هو دور السلطه الحاكمه ودور السلطه لمواجهه الارهاب ومواجهه اي خروج على القانون لكنهم كانوا يعلمون انهم لا يواجهون خروجا على القانون ولكنهم يواجهون من خرجوا في مظاهرات سلميه دفاعا عن ثورتنا ثوره 25 يناير التي جرى اغتيالها يوم 3 يوليو والتي جرى التنكر لكل أهدافها وكل مطالبها بالممارسات الفعلية على الأرض ثورتنا في 25 يناير عندما خرجنا كنا نطالب فضلا عن إسقاط نظام مبارك بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية اللي حصل بعد كده أعتقد يعني سيبك من دعكم من قصة العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية وزير القوى العاملة اللي قال أنا مستعد أحقق يعني مساله الحد الادنى والحد الاعلى للاجور في 48 ساعه عاد بعد ذلك ليقول ان الدوله العميقه هي التي تتصدى له وتمنعه من تحقيق الحد الادنى والاعلى للاجور اللي حصل يعني وزير القوى العامله هذا واحد جاء من ميدان التحرير وواحد من قوى الثوره والطبقه العامله وكل هذه الافلام ومن الذين كانوا ينكرون على مرسي فشله في تحقيق العداله الاجتماعيه، ها هم يعترفون بانهم اعجز من ان يحققوا هدفا من اهداف الثوره. ثم عن قضيه الحريه حدث ولا حرج. قضيه الحريه ايها الناس يعني نحن مارسنا الحريه في عهد الرئيس محمد مرسي كان سقف هذه الحريه هو السماء. يعني جرى تطاول شديد على الرئيس وربما كان هذا جزء من الازمه. جزء من الأزمة أن الرئيس عندما سكت على هذا التجاوز الممول محليا وخارجيا يعني والذي يقوم به إعلام حسن مبارك هؤلاء الإعلاميون الذين كانوا يهينون الرئيس محمد مرسي بفحش القول هم ينتمون إلى إعلام حسن مبارك هم الذين جمعهم يعني العهد البائد من أجل أن يروجوا لقضية التوريث سواء في, في التلفزيون المصري أو في الفضائيات الخاصة هؤلاء يعني قاموا بعملية الهجوم على الرئيس التطاول على الرئيس إهانة الرئيس يعني هذه الإهانات التي سكت عليها الرئيس محمد مرسي يعني وإن كانت تدخل في باب أن الرجل حقق حجما من الحرية غير مسبوق إلا أنها يعني عززت من قوة قوى الانقلاب وجعلته وجعلتهم يهينون الرئيس لدى الراي العام فيبدو الرئيس مهزوزا مهزوما لا احد من البسطاء يريد لرئيسه لرئيسه ان يكون على هذا النحو من الضعف اللي حصل انه هذا المطلب الخاص بمطالب ثوره 25 يناير لم يتحقق لم يستطيع هؤلاء الانقلابيون ان يحققوا ولا مطلب من مطالب الثوره في حين انه القوى الثوريه التي انحازت دفاع التيار الشعبي والتيار غير الشعبي وجبهه الانقاذ وغيره التي انحازت للانقلاب ووقفت ضد الرئيس المنتخب كانت تقول بانه الرئيس المنتخب فشل في تحقيق اهداف الثوره. انظروا اذا على اهداف الثوره التي تحققت الان. نرجع لربعه ولم نكن قد تركنا ربعه. ربعه مثلت وسام على شرف على صدر الثوره المصريه. كل ما كان يجري في ربعه في واقع الامر كان يذكرنا باحداث هذه الثوره كان يذكرنا ب 25 يناير كان يذكرنا عندما كنا ندخل ميدان التحرير فنشعر هناك يعني بالرقي وبالتحضر كل الناس الذين كانوا هناك كانوا متحضرين بعد ذلك سعت اجهزه امنيه وغير امنيه من اجل تشويه ميدان التحرير والاساءه الى ميدان التحرير والدفع بالبلطجيه الى ميدان التحرير من اجل تشويهه يعني واصبح الامر لدرجه ان بعض يعني المفوضين الدوليين عندما طلبوا زياره ميدان التحرير قيل لهم نحن لا نستطيع ان نذهب بكم الى هناك البلطجيه يسيطرون على ميدان التحرير كان الهدف يعني من هذا هو تشويه ميدان التحرير لان الدوله القديمه دوله حسني مبارك عمدت الى ذلك وكان المجلس العسكري امتدادا لهذه الدوله وليس انتقاصا منها اللي حصل طبعا لانه في بعض الغربيين جاؤوا يعني في الايام الاولى الثوره واصروا على الذهاب الى ميدان التحرير وبقى ميدان التحرير مدار للعالم كله، جرى تشويه ميدان التحرير بعد ذلك بوجود بالدفع بالبلطجيه للتمركز فيه، لكن يعني جاء ميدان رابعه ليمثل الامتداد الطبيعي لثوره 25 يناير بالناس اللي فيه، بالرقي اللي فيه، انا لم اذهب الى ميدان رابعه للاسف الشديد. وقلت ان عدم الذهاب يعني انما يمثل يعني امرا غير مهني وغير ثوري لم اذهب الى هناك لاسباب مرتبطه اننا بعض ربما قيادات الجماعه ومنهم الدكتور البلتاجي انا كنت مختلف معهم يعني اختلافا سياسيا كبيرا بدا مع انتخابات البرلمان اللي فات لكن محل موت اسباب العداوه بيننا لم يعد هذا الامر يهمنا الرجل صمد والرجل كان مثالا للثوري الحقيقي الدكتور البلتاجي كان بمناسبه هذا الكلام يعني واذا قلتم فاعدلوا الرجل كان في ثورة يناير البعض يقول لك أطلق الإخوان جاءوا متأخرين نعم الإخوان جاءوا متأخرين كقوة جاءوا يوم 28 يناير لكن القوة التي تتحدث الآن باسم الثورة لم تأتي لا متأخرة ولا متقدمة لكن الإخوان شاركوا في الثورة منذ اليوم الأول كأفراد أنا شهدت الدكتور البلتاجي كان أمام دار القضاء العالي كان واقفا هناك عندما كان متفق عليه اعتصامات في كل الميادين يعني ثم وقفات في كل الميادين وفي كل الأماكن ثم يتم أن تأتي هذه الميادين إلى ميدان، هذه الوقفات إلى ميدان التحرير من كل جانب وأنا شهدت مساء يوم 25 يناير الدكتور البلتاجي في ميدان التحرير قبل قرار جماعة الإخوان المسلمين بدخول بالمشاركه في الثوره يوم 28 وهو القرار اللي على اساسه تم اعتقال الدكتور محمد مرسي وسته من قيادات مجلس مكتب الارشاد و واحد لأن دول هم الذين يعني دفعوا في اتجاه ضروره ان يشارك الاخوان ليس كافراد ولكن كقوه آه كقوه وكجماعه في ثوره 25 آه يعني الدكتور البلتاجي حقيقه الامر يعني فك الله اسره كان أداءه يعني ملهما للثوار في ميدان ربع العدوية شاهدته يوم في يوم الفض فض فض ميدان ربع شاهدته كيف كان يقف والدموع تملأ عينيه لأنه كانت كريمته الأنسة أسماء 17 سنة يعني قد استشهدت قبل قليل من هذا الخطاب الذي أبكى قلوب العالم الناس في في كل أنحاء العالم وأثبت كيف أن الرجل كان صامدا وهو يتلقى هذه الضربة الشديدة على نفس أي إنسان ومع ذلك ظل الرجل في ميدان رابع العدوية إلى أن تمكنت القوات من يعني الإجهاد عليه كاملا ثم شهدنا بعد ذلك يعني كيف تحول شهداء يعني ربع العدوية في مسجد المجاور يعني تم رصهم وشهدنا الأمهات الشكليات وشهدنا الزوجات يعني وهم وهن يجلسن بجانب هؤلاء الذين استشهدوا ولم يأتي خار وهم في انتظار قرار بدفنهم ومسجد الإيمان القريب من مسجد ربع العدوية شهدنا كيف يعني أحرقوا مسجد ربع العدوية وأحرقوا كل من كل من وجد فيه شهدنا يعني أحراق المساجد يعني هذه يعني هذا مبدا جديد ارساه هذا الانقلاب ولم ولم يكن ما جرى بعد ذلك من حصار مسجد الفتح وما جرى قبل ذلك من حصار مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه بمعزل عن كل هذا كانت سياسه معتمده ايضا مساله السياسه المعتمده التي تبناها هذا الانقلاب ومثلت اخلالا بمبدا من مبادئ اجهاضا لمبدا من مبادئ الثوره وهو الحريه ما عمليه تاميم المساجد بدت المساجد المساجد هي العدو بدت المساجد هي التي تمثل عداء لهؤلاء لانه يبدو ان هذا الانقلاب في ازمه حقيقيه وفي حرب حقيقيه مع كل ملامح ثوره 25 يناير، 25 يناير اليوم الحقيقي لها كان يوم 28 الجمعه 28 يناير عندما كان الاتفاق ان يكون هناك خروج من كل مساجد القاهره الى ميدان التحرير مسجد الاستقامه في الجيزه ومسجد الفتح في رمسيس وكل مساجد مصر كان الاتفاق ان يتم الخروج منها. نظام حسني مبارك كان يفكر في الغاء صلاه الجمعه في هذا اليوم لكن وزير اوقاف حسني مبارك رفض ووزير اوقاف الانقلاب الان يؤيد فكره وقف صلاة الجمعة أو إلغاء صلاة الجمعة 65 ألف مسجد وزاوية وسحب التراخيص من 65 ألف لأنه ده كله يعني يؤكد أن هذه ثورة مضادة كانت ضد أهداف وقيم وكل ما طالبت به ثورة 25 يناير المجيدة اللي حصل أنهم يعني فضلت يعني صور هؤلاء الشهداء يعني والحديث على أن أجسادهم يمكن أن تتحلل يعني يملأ وسائل الإعلام ولا نجد لدى هؤلاء القوم أي رحمة الآن يتم تبرير كل هذه الجرائم بانها وايه يعني حصل؟ لانه الاخوان تم رسول الاخوان كانوا يدافعون عن الشرعيه شانهم في درجه شان القوة الممثله للتحالف ضد الانقلاب العسكري يعني من حقنا ان نخف في مواجهه هذا الكلام ومن حق الجميع ان يخرجوا قضوا على ربع العدويه فاذا بالعالم كله يتحول اذا بربع تتحول الى رمز للثوره المصريه في كل انحاء العالم واذا بالجماهير تخرج يوميا والى الان في الشوارع ترفع شعار ربع العدويه وترفع صور اسماء البلتاجي وصور غيرها من الشهداء الذين تحولوا الى ايقونات يعني طاهره يعني لثوره ثورتنا المجيده، ثورتنا المجيده في 25 يناير والتي امتدت الى هذا الى الى الان يعني دعوني يا ايها المشاهدين الكرام ان اترحم على كل هؤلاء الشهداء الذين فقدناهم في معركه معركتنا ضد الاستبداد وضد القمع وضد التجويع وضد انظمه الاستبداد بشكل عام سلام على الشهداء في العالمين